بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الاب بتاعنا. هفتح الاندرويد ستوديو، الاب بتاع الستودنت ريزلت. هبدأ اعمل بسرعة من ستارت نيو بروجكت. هختار ان هو امبتي اكتيفيتي، امبتي اكتيفيتي فاضية. قال لي اسم البروجكت بتاعك ايه؟ قلت له مفيش مشكلة، ممكن نسميه ستودنتس ريزلتس، وهو بيحط الباكج نيم ستودنت ريزلتس ملزق ببعض كلها سمول، واللوكيشن بتاعي وان هي كوتلين، كله تمام. فينيش، هيبدا ينشئ لي الايه البروجكت بتاعي. يفضل تديله حقه ووقته في على ما يكون معاك، على ما كل حاجه تطلع تمام. لغايه لما ايوه كانت دي كلها تبقى خلصانه. هروح على الاب فولدر بتاع الاب جوه الاس ار سي. هو لسه كان بيقوم الاب جوه ريزلت. انا مش عايز دلوقتي، ايوه انا عايز جوه ريس ريسورسز ديت لي اوت ومين والاكتيفيتي بتاعت المين. ادي الشاشه الرئيسيه بتاعتي اهي، كبرها شويه. هنرمي اللور اللي ده مش عايزينه، وتعال معايا على الباليت. الباليت بتاعتنا هناخد منها لي اوت. لي اوت طبعا هناخد لينير لي اوت عشان نحط الحاجات تحت بعض. هنختارها فيرتيكال، تمام، اتحط في الصفحة. هروح على اللي اوت في الاتريبيوتس بتاعت اللينير لي اوت، اتاكد ان انا واقف على اللينير لي اوت. وفي الكونستنت ويدجتس هنوسع من جميع الجهات 8 دي بي عشان يسيب لي ايه، يسيب لي مارجن، يسيب لي هوامش ما بين اللينير لي اوت اللي انا حطيتها وما بين الايه الشاشه كلها على بعضها، او اللي هي اصلا الكونسترين اللي هي المفترض محطوط كونسترين لي اوت اصلا. طب على العموم انا حطيت كده اهو، وسعت بس حاجات تراب اطراف بسيطه. هروح على التكست وهنزل تكست فيو، هعمله كده تايتل كده عنوان الاب بتاعي. فطبعا هكتب اسم الاب بتاعي ان انا مثلا هسميه ستودنتس ريزلت. طبعا لما تقول الاسم طبعا الاي دي مش محتاجين دلوقتي، لكن انا عايز اكد على حاجه. لما تيجي تكتب تكست كده سترينج تلاقي مكتوب لك ايه هارد كودد سترينج وستودنت ريزلت شود يوز ات سترينج. يعني المفترض تجيب ات سترينج من ريسورسز. يعني ايه ده؟ بيقول لك الطبيعه بتاعت الاندرويد ما تكتبش التكست هنا، تخش على الريسورسز، تخش على فاليوز وتلاقي سترينجز دوت اكس ام ال، وجوه ريسورسز سمي الحاجه واكتب التكست اللي انت عايزه. دي الطريقه اللي هي البروفيشنال في الموضوع، او هم بيكتبوها كده اب تايتل مثلا، وهقول له ستودنت ريزلتس ماشي. ليه؟ عشان وتنادي عليها بقى، يعني تخلي التكست فيو ده او مسح التكست الموجوده، وادوس على السهم اللي او الايقونه اللي على الشويه دي على اليمين، واختار اب تايتل ودايس اوكي، بحيث ان انا لو حبيت اترجم حبيت اعمل يبقى معايا ملف اكس ام ال بغيره. كل بروجكت بياخد ايه؟ بياخد نفس المسميات الموجوده في الايه؟ في ملف السترينجز دوت اكس ام ال. فعشان كده يبقى في طريقه موحده للمسميات، للتسميات او العنوانه. لما احب اعنون الحاجات دي تتكتب كلها في حته واحده. هروح على كومن اتريبيوتس، عندي حاجه اسمها التكست ابيرنس اللي هي شكل التكست لما يظهر. اختار اول حاجه التكست سايز عشان ده تايتل فكبير، فاديله 30 اس بي مثلا. ممكن اديله تكست كلر، طبعا ممكن ادوس على الايكونز ديت واختار بقى اللون اللي انا عايزه، او اختار من الماتيريالز الموجوده اللون اللي انا عايزه كده. يفضل طبعا تظبط لون بحيث تبقى ايه الدنيا ميه واحده، او الدنيا تبقى ماشيه بنفس السياق. فانا هديها 99099 بالنظام الار جي بي ده اللون مثلا كده. خلاص انا هثبت اللون ده معايا في الحاجات اللي جايه. هدي له بولد ماشي، يعمل بولد في التكست ستايل، وممكن ادي له سنتر في التكست الاينمنت عشان يتحذف في النص. تمام، ظبطت شويه حاجات تخص التكست ابيرنس. تعالوا نبدا ان شاء الله نكمل في الفيديو اللي جاي.